أقسم بالله مهما كان الإنسان في دركات الفساد مش يكون غارق لتحت، أقسم بالله كي غير يبدأ يعترف راح ينجح، غير يبدأ يعترف ينجح. شوف الآن آدم وحواء وش داروا؟ عصوا ربي بنص القرآن، قال فعصى آدم ربه. الآن وإبليس كي قال له ربي اسجد عصاه ولا ما عصاش؟ عصاه تاني. إذا عندنا زوج معاصي وشتان بينهما، شتان بين فاعليهما. آدم ارتكب معصية وإبليس ارتكب معصية. الآن هما الآن في بداية كانت معصية معصية، وش الفرق اللي بيناتهم دركا في المآل؟ الاعتراف. بارك الله فيك. الآن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمات تلقاها آدم من ربه، هذه الكلمات قالها خلاص، عفى الله عز وجل عن آدم، نبي من الأنبياء في الجنة، لقاه النبي اسمه في الجنة، تلقى معه في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج. إذن خلاص آدم فراها عليه السلام. إبليس دوكا طايح في معصية، وكان قال ربي غلط، النفس أمرتني بالسوء غلط، بالك يسلك، ولكن وش دار؟ زاد كمل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. زاد وش دار؟ أنا خير منه، قال له ما اعترفش. وهذه المصيبة احنا، أننا كيما نعرفوش المرض والراح نعودوا ما نعترفوش، قول احنا الحمد لله ما نأذيوش. وش راكم ديروا؟ رانا نلعبوا الدومين حتى الأذن الأذن اللي نروح نرقدوا. سماك غافل عن دين الله عز وجل، راك في غفلة كبيرة بعيدة بعيدة بعيدة. وبعد يوقفك الله يوم القيامة، يبدأ يخرج المسؤوليات، كلكم راع، أنت راعي لا راعي، عبالك رانا بهايم احنا نجيبوا الدراري ونرموا. والولاد وين راهم؟ وين سهروا ولادك؟ كنت نلعب، كنت نقصر مع الجماعة، بصح ما أذيت حتى واحد. إيه الأمانة، الأمانة اللي يعطيناها لكم راهي. الأولاد نتاعك وين راهم؟ زوجتك اللي عندها حق عليك وين راهم؟ واش درتوا؟ والديك شحال عندك ما اتصلتش بهم؟ غفلة، غفلة كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه ثاني مرض، ما تغرش نفسك بها، ما تقولش أنا راني مليح، أنا ما نأذيش، وأنا الحمد لله جامي شفت في الناس ولا هدرت على الناس، أنا غير هكذا نلعب ونحب هذه الحاجة وخلاص. ما تخليش الحاجة هذيك تولي دين، العب على روحك. واحد ما يحرم لك حاجة أباحها الله، العب على روحك بصح ما تجعلهاش دين، ما تجعلهاش دين فقط، هذا ما كان.